طريقة التشغيل، زر إيقاف وزر تشغيل بتدوسه وبتفريش لمدة 10 دقيقة. دي من الدنيا zaman ayarlıyor. Bir 10 dakika ve 1 saat arasını istediğin zaman ayarlayabiliyorsun. Evet. بتفر تقريبا شيء لمدة نص ساعة أو ساعة كاملة حسب أنت الوقت اللي تريده. تقدر تلعب بالإعدادات وتضبط الإعدادات على الوقت اللي أنت تريده. بعد ما تفريش خلاص وبتوقف. أو إذا تريد تسوي توقفها بشكل عاجل يعني بتدوس هاي الدقمة. بشغلها هسه خلينا نشغلها. تفتر. تريد توقف بشكل عاجل هاي الدقمة خلاص وقفت. فين وقفت هيش القبغ صار جوا ما تقدر تفتحه من هذا المكان. تفرها شوية لاحظتوا ما قاعد تشتغل لأنه زر الإيقاف العاجل مضغوط يعني ما فاتحي. تفرها هيشين فتحت هسه اشتغلت شوية بعد تمام خلاص. بعدها تقدر تفتح بين الاقفال وتطلع البطاطين او الفرش.